البنات كديري لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير وصحة جيدة ان شاء الله. واليوم رجعت لكم فيديو جديد، نوريكم بعض المشتريات اللي اخذتهم في تخفيض، اللي مشتريات تخفيض رائع وبغيت نشاركهم معكم، وخاصة البنات اللي في ايطاليا، حيت بعض المرات كتلقاي شي تخفيضات اللي زوينين وكيكون حتى الحويجات كيكونوا كاليتي زوينة. وغنشارك معكم اول حاجة، غنشارك معكم الحوايج اللي خديت من اوبيم. كانت واحد الاخت سولاتني قالت لي واش هذاك النيغوتيو اللي مشيتي ليه، نيغوتيو اوبيم. هذا النيغوتيو اول حاجه خديت منه هاد الكسيوات هادو البنتي الصغيره جنات، ما كتشوفوا هادو الثمن ديالهم 12 اورو 99، 13 اورو خديتهم بنص الثمن، يعني 6 اورو تشكواندا فيهم جوجات، ما كتشوفوا، وفيهم هذه سفيرة. وخديت هاد السليب حتى هو هاد خديته بتشكوانتا برتانتو 55%، وهي كانت دايرة 94، يعني خديتهم بجوج اورو تشكواندا. هذا خديت معاه هذا جا زوين معاه كما كتشوفوا، مع فيه هاد الورده زرقاء، خديت معاه هاد السليوي جا زوين معاه. هذا دايرين ليه 4 اورو، خديته انا بجوج اورو 50%. وخديت هذا داير 6 اورو 6 اورو، خديتو 30% ديال التخفيض. هذا خديت معاه هاد السريول تاهو جا زوين، غير طابقتهم حيت كل بياسة بوحدها، غير طابقتهم. هذا تاهو 50% ديال السكونت. هذا خديت تاهو 4 اورو خديتو بجوج اورو كما كتشوف. هادو هما المشتريات اللي خديت من اوبين. بالنسبه للطيران وراه كنت جا شاركت معكم الفيديو اللي كنت مشيتي، هما دايرين فيه تخفيضات اللي جد رائعه. هما هاد سوا 8 باكس واخر، المهم خديت منه هاد الكاسكيطات، خديت جوج، واحد الجنات واحد الصابرين، الغوز الجنات وهذا الصابرين كبير، حتى هما كانوا دايرين ليهم 8 اورو الثمن ديالهم، 62 ديال التخفيض، خديتهم ب3 اورو كما كتشوف، 2 اورو 99. وخديت هاد الكسيوة هاد الفابرين، حتى هي خديتها دايرين فيهم تخفيض مع الصبيبيط. كانوا دايرين 13 اورو وداروا فيهم تخفيض 5 اورو، نشتم ب 5 اورو شويه عادوا داروا لي فيهم التخفيض ب 3 اورو، انا مشيت خديتهم ب 3 اورو. هذا يجي مع الكاسكيت زوين، الصبادري يجي زوين. وخديت حتى هادي في هاد اللونين عجبني، هي زوينه الثمن ديالها حتى هي 13 اورو وداو ليها التخفيضات 3 اورو. وبالنسبة هذه هي من تيرانوفا، هذا الشيء اللي خديت من تيرانوفا. من عاد ندوز معكم تاني، خديت شي حاجه من تيرانوفا ليا، وخديت هذا من باطا،
الصابرين هذا كانوا دايرين ليه 20 يورو 20 يورو وخديته ب10 يورو تشكوانتا 50% ديال السكونت. هذا من بعضه عندهم كاليسي زوين. هذا السبت راه باقي دايرين تخفيض البنات وخديت ليها هاد السبادريه هادي خديتها الثمن ديالها 24 و 25 يورو و50% خديتها ب 13 انا 12 يورو تشكوانتا. عجبتك صابري؟ هما الحوايج ديال اللي خديت من تيرانوفا. هذا غنرجع حيت مازال غيديروا ثاني التخفيضات في 15 في شهر 8 البنات سيرو راه غيديروا مازال تخفيضات في داك غيديروا شي تخفيضات يعني اللي زوينين. بغيت ناخذ الجنات شي سبايبيت واخا عندها بغيت ناخذ من تيرانوفا كاين شي سبايطات زوينين. بالنسبه للتيرانوفا الحويجات اللي خديت ليا انايا خديت هاد الزويفات خديت هذا وخديت هذا في بيض الكحل. هادو البنات دايرين ليهم كانوا دايرين 10 يورو دايرين ليهم 80% ديال التخفيض خديتهم جوج يورو. خديت هذا خديت هذا حتى هو في الغوز وخديت هذا في البلو في الزراق والغوز وخديت حتى هذا هاد اللونين كما كتشوفوا. وخديت منو هذا البلو حتى هو زوين هذا. المهم هادو من تيرانوفا دايرين فيهم تخفيض 80%. البنات وكنت مشيت ثاني لليدر وسط بعض المرات البنات كيديروا التخفيضات زوينين في ليدر بعض المرات كيجيبوا الحويجات ديال الدراري الصغار وحتى الكبار. انا لقيت هاد المالي هاد الكانوتيري اللي كيداروا لتحت. المهم البنات خديتهم دايرين ليهم 30% ديال التخفيض خديتهم بخمسة يورو تشكوانتا. خمسة يورو تشكوانتا هما كانوا دايرين 9 يورو هادو. المهم فيهم ثلاثة فيهم هاد لوين موف وفيها غوز بارد وهاد نحنا بهاد الشكل زوينين وحتى الكاليتي ديالهم زوينه طيبين. هادو خديتهم من ليدل كانوا جابوهم من ليدل و بعض المرات كيجيبو حتى الحوايج ديال الدراري الصغار كيكونوا زوينين وخاصه البنات بانوا ليا شي حويجات ديال البنات كيديروا ثلاثه الماليات كيديروهم ب 9 يورو سري ولات ب 9 يورو كيجيبو كيكونوا زوينين. كنصحكم تمشيو كل مره يعني خاصه اللي حداه يعني نيغوسيو اللي داك المره يخرج فين ما يجيبو فين جا تشوفو حيت بعض المرات ملي كتبقى بياسه وحده كيديروا فيها التخفيض. هذه لقيت غير هذه وميزوره الميزوره ديالي يعني الميزوره اس وخا ميزوره اس ولكن كبر شويه يعني بالنسبه لي انا مزياني. وواحد النيغوسيو اخر خديت من هاد البنات واحد النيغوتي كنت شاركته معكم ديال الشينوا كيجيبو تما حويجات زوينين وكنت خديت لبنتي جوج من هاد السراول وعجبوني ما حبو ما والو زوينين ومشيت رجعت خديت منهم. هذا خديت ليها هاد الاسود الحل زوين الثمن ديالو كان داير 4 يورو خديتو ليها بجوج يورو 4 يورو خديتو ليها بجوج يورو. وخديت هذا حتى هو في هاد اللوين في هادي ديال باري كما كتشوفوا زوين داك الكاليتي ديالهم زوين. بالنسبه لهذا دخلته ب 3 يورو كان هو دايروا لي 5 يورو يدير لي 3 يورو. وخديت له حتى هذا بقات غير بياسه وحده هذا حتى هو زوين مين ديالو هذا هو كاليتي زوينه. المهم كيجيبوا هادو كيجيبوا حويجات زوينه كيجيبوا بعض المرات حويجات ديال الطانيين
بعد مره مره كناخذ منه ليا والبنيات. المهم كيجيبوا حويجات زوينين. راني جا شاركت معاكم في الفيديوهات اللي فات، جا ديتكم معايا. وبالنسبه خديت من هاد النيفوتي اللي خديت منه هاد السريولات الصابرين، خديت منه ليا هاد البويميجا. هادو البنات فنين. كما كتشوفوا هادي تجي مع السروال، تجي زوينه. المهم هادي البنات كانوا دايرين ليهم 13 اورو، خديتها ب 2 اورو 80% ديال السكونت. 2 اورو يعني 400، 2 اورو يعني 400 بفلوس المغرب. وخديت فيهم حتى هادي، هادي البنات هادي غير يعني كتوصل هنا، ما كتوصلش يعني ماشي كم. حتى هي زوينه اللوين. غناخد ليهم سريويل طوالات زوينات. هادو بالنسبه للبنات اللي كيديروا الزيف بحالي كيجيو زوينات. وخديت فيهم هادي في الخديدر، حتى هي زوينه. هادو كم، هادو كم وفيهم هاد العقيات زوينين. وفاش عجبوني انهم طالعين يعني طالعين على العنق، زوينين هادو. ما كتشوف كمل بهذا الشكل. وخديت هذه الزرقاء، خديت الزرقاء. المهم هادو فيهم تخفيض كامل، دايرين ليهم تخفيض 80%، 80% جابوهم الناس كانوا كيتخاطفوا فيهم طاليان. خديت منهم، المهم دايرين ليهم 2 اورو 80% ديال التخفيض. هذه لقيت غير وحده، هذه عجبتني هذه الاولى وخديت منها غير وحده. وخديت هاد الكسيوه طويله البنات، هادو خايده منهم 3 وعجبوني. صب نورد عجبوني وخديت منهم هاد اللوين خديدر، حتى هو هادي طويله كتشوفوا طويله وب بالسنيسله ديالها ما عرفتش كنت عارفه ليا. وهادي زوينات، كواليتي زوينه. فاش عجبوني ما ديري معاهم لا بوليرو، يعني زوينين كم غير بوحدها. نشوفو هذا هو صابرين صافتو لك مع هاد الحزيام ديالها، ديري معاها الصنايه ديالها في الكحل وصافي في الكحل. تجي نقولش لكم راه تجي زوين، ودير ليها زوين في الخديدر تجي زوينه. كانوا هادو هما المشتريات ديالي انا وبناتي، وغنوريكم المشتريات اللي خدات الوالده ديالي. بالنسبه للمشتريات ديال الوالده من جويوكس، جويوكس راه جا شاركت معكم البنات ملي مشيت ليه، حتى هو في تخفيضه داري لي 50%. خدات منه هادي داري لي 50% ديال السكونط يعني نص الثمن. شوفوا الذوق ديال الوالده البنات وكتبوا لي يعني ام حسن ذوقي ولا ذوق الوالده. هادي الصبادريه زوينه مع الجلابه، جات زوينه ومريحه البنات، مريحه. المهم هذه البنات كانت دايره الثمن ديالها، المهم كانت دايره البنات 50% باش خديناها، كانت دايره 80 اورو، 80 اورو خديتها ب 40، 80 اورو خديتها ب 40. هذه خدات هادي ديما هاد الصباط، حتى هو هذا كان داير 120، هذا 24، 120 الاورو نو 120 يعني 120 الاورو داير الثمن ديالو. خديناه المهم بنص الثمن، خدينا ب 70 اورو قلاش. هذا هو الثمن اللي كاين. صافي وخدات معاه هذا الصاب. وكنشكركم بزاف وكنتمنى الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك. كلي او شاف هذا الفيديو ما مشاركش في القناه كنقول ليه مرحبا بك شارك في القناه. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.